السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم ميس ريم، مدرسة لغة عربية. إن شاء الله هنشرح درس نحو للصف الرابع الابتدائي، اسمه مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا. طيب، لو قرأنا مع بعض كده المثال الأول، لما بنقول مع بعض نجحت هناء، طيب هل نقدر نتخيل نطق الفعل ده بدون تاء التأنيث؟ يعني هل يجوز أن أقول نجح هناء بالفطرة اللغوية كده؟ أكيد لأ. ليه لأ؟ لأن الفعل يجب أن يلائم الفاعل ويطابقه، فإذا كان الفاعل مذكرا الفعل يلائمه في صيغة التذكير، وإذا كان مؤنثا يجب أن يلائمه الفعل فتلحقه تاء التأنيث. يبقى في حالة أن الفعل كان فعلا ماضيا تلحق تاء التأنيث آخر الفعل الماضي، فنقول نجحت هناء. أما إذا كان الفعل مضارع والفاعل مؤنث نقول تفوز هناء بالجوائز أو تنجح هناء. طيب، وإذا كان الفاعل مذكرا فلا تلحقه التاء، ولا في أوله ولا في آخره، ولا في صيغة المضارع ولا في صيغة الماضي، كأن تقول نجح خالد أو يتفوق المجتهد. وإليكم الأمثلة، نقول طلع النهار، النهار مذكر فلم يتغير صيغة الفعل، لم تتغير. يدخل المعلم الفصل، أيضا الفاعل مذكر. نجحت هناء بتفوق، تاء التأنيث المفتوحة الساكنة لحقت آخر الفعل الماضي. ليه؟ لأن الفاعل إيه؟ مؤنث. مين اللي نجح؟ هناء هي الفاعل، وهناء ده اسم بنت. تفرح المديرة بالمتفوقات، المديرة فاعل مؤنث، إذا تاء التأنيث تلحق أول الفعل المضارع تفرح. طيب، تعالوا مع بعض نقرأ الفقرة دي حتى نستخرج الأفعال منها. نزل رائد الفضاء على القمر فوجده مملوءا بالصخور، والشمس تشرق على جانب واحد منه. ونزلت رائدة الفضاء على القمر ولكنها كانت تحلم ولم تكن هذه حقيقة. وعندما ينزل رائد الفضاء على القمر وتنزل رائدة الفضاء على القمر يشعران بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نرصد ملاحظاتنا كده. هنلاحظ يا شباب ان الافعال نزل ونزلت وينزل وتنزل بعضها لحقته التاء وبعضها لم تلحقه. فمثلا الفعل نزل ليس فيه تاء، لماذا؟ لان الفاعل اسم مذكر وهو رائد الفضاء، فلا يجوز ان اقول نزلت رائد الفضاء بل نزل رائد الفضاء. وأن الفعل نزلت آخره تاء في المثال الآخر أو المثال الثاني، عندما قلنا نزلت هناء فهناء اسم بنت. إذا كان الفاعل مؤنث والفعل ماضيا تلحقه التاء في آخره، فقلنا نزلت هناء. والفعل ينزل ليس فيه تاء عندما قلنا ينزل رائد الفضاء، لماذا لم تلحقه التاء؟ لأن الفاعل مذكر وهو رائد الفضاء. والفعل تنزل أوله تاء لأنه فعل يدل على الحال على المضارع، والفاعل كان اسما مؤنثا وهو رائدة الفضاء، فقلنا تنزل رائدة الفضاء. باختصار بنقول نزل رائد الفضاء وينزل رائد الفضاء لأنه الفاعل هنا مذكر، ونقول تنزل هناء ونزلت هناء لأن هناء فاعل مؤنث. باختصار
القاعدة كده نستنبطها مع بعض، لا تدخل التاء على الفاعل الماضي أو المضارع إذا كان الفاعل اسما مذكرا، وتدخل التاء على آخر الفعل الماضي إذا كان الفاعل اسما مؤنثا، فقلنا نزلت هناء، وتدخل التاء على أول الفعل المضارع إذا كان الفاعل اسما مؤنثا، فقلنا تنزل هناء. طيب لو سألتك كده مع بعض، تعالوا نحل التدريب ده، أكمل بوضع فاعل مذكر أو فاعل مؤنث مناسب. فهم نقط الدرس أو فراغ الدرس. مين اللي فهم؟ أنا من خلال الفعل الذي لم تلحقه التاء ولا في أوله ولا في آخره، استنتجت إن الفعل هيكون هنا مذكر، فيجوز أن أقول فهم الطالب. صح. 2، فهمت نقط الدرس. الفعل ده ماضي ولحقت التاء آخره، فهنقول إيه؟ فهمت الطالبة الدرس. جيم ودال، ياريت نحله ونترك التعليقات أسفل الفيديو. نشاط رقم 2، نقط هناء الجلوس أمام الحاسوب. هناء يا شباب فاعل مؤنث، هقول تفضل هناء أم يفضل هناء؟ انتوا اللي تجاوبوا. باء، هناء أن تعرف معلومات عن القمر. هقول أراد هناء أم أرادت هناء؟ نقط رائدة الفضاء إلى القمر. ها، رائدة مؤنثة، هقول صعدت أم صعد؟ 2، أو دال، رائد الفضاء كلاما عن القمر، هقول تقول رائد الفضاء أم يقول رائد الفضاء؟ نشاط رقم 3 بيقول اذكر الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنث. جلس نقط تحت الشجرة، ممكن أقول جلس الفلاح. لعبت نقط الكرة مع زميلاتها. ها، ثانية نفكر، مين اللي لعبت مع زميلتها؟ الطفلة مثلا. يجري نقط وراء الفراشة، حلوها انتم. يجري هيبقى الفاعل مؤنث ولا مذكر؟ تحب نقط أبناءها، تحب هيكون الفاعل مذكر ولا مؤنث؟ باختصار اتعلمنا إن لا تدخل التاء على الفعل الماضي أو المضارع في حالة إنه الفاعل كان مذكر، وتدخل التاء أول الماضي وآخر المضارع في حالة إنه الفاعل يكون اسم مؤنث. هنا لو اداني مثال اللي هو رقم 1 فوق، بيقول قرأ مروان ما قاله أحد رواد الفضاء. اجعل هناء مكان مروان، هنقول قرأت هناء ما قالته إحدى رائدات الفضاء. طبعا رائدات هنا ناقصها ألف قبل التاء. تحب هناء القراءة وتهوى أخبار الفضاء وتتابعها على الإنترنت. لو حطينا أمير مكان هناء وأمير فاعل مذكر، هقول يحب أمير القراءة ويهوى أخبار الفضاء ويتابعها على الإنترنت. أعزائي الطلبة والطالبات، انتهينا من شرح الدرس، أتمنى تكونوا استفدتوا، ولو في أي تعليقات أرجو تركها أسفل الفيديو. كان معاكم ميس ريم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله.